بحسب البعض فإن كل المؤشرات تحتشد لتؤكد أن اتفاقا كهذا لن يكتب له النجاح نظرا للظروف التي أنتجت. فمن جهة يبدو الاتفاق وكأنه مصمم لمنح القوى المدعومة من أبوظبي شرعية في مواجهة السلطة الشرعية، مقابل منح الحكومة وضعية هشة في عاصمتها المؤقتة. وأمر كهذا وإن كان يعيد الأوضاع إلى ما قبل أحداث أغسطس الماضي، إلا أنه يبقى على الحالة المتأزمة قائمة وقابلة للانفجار في أي اختبار بسيط يواجهها مستقبلا. كما أن الأمر لا يخلو من بعض الإشكاليات على مستوى القوى الجنوبية ذاتها. فالاتفاق الذي أعطى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مكانة أكبر وكأنه ممثل الجنوبيين، دفع بالكثير من القوى الجنوبية لرفع صوتها للمطالبة بمكانة وأدوار تناسب حجمها في الشارع، وهو ما ينقل الاضطراب إلى مستوى آخر. من جانب آخر، يرى البعض أن هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن التوصل إليه في هذه المرحلة، وإذ كان مطلب الانفصال الذي يرفع المجلس الانتقالي يبدو الآن غير واقعي، فإن الشراكة بالسلطة هي الثمن المناسب. للنقاش سيكون معنا من جنيف في سويسرا القيادي السابق في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني، ومن العاصمة المؤقتة عدن سينضم إلينا الصحفي ياسر اليافعي. وأبدأ بالسؤال المشترك في هذه الحلقة وبداية مع ضيفنا من سويسرا من جنيف ياسر اليماني. أهلا بك أستاذ ياسر. يا اهلا وسهلا واسعد الله مساكم ومساء كل المشاهدين الكرام. استاذ ياسر، ذهب المجلس الانتقالي الجنوبي الى الرياض ومعه مطلب باستقلال دوله الجنوب العربي، وعاد من هناك بمنصبين واكثر في الحكومه الشرعيه. ما الذي يجعل الانتقالي يوافق على اتفاق هذا؟ يا سيدي الكريم، هذه العناصر التي أرادت اليوم أن تصل إلى السلطة بما يسمى بالمجلس الانتقالي كلنا يدرك، بداية في المحافظات الجنوبية وانتهاء بكل أنحاء اليمن بكل المحافظات اليمنية، إن هؤلاء مجموعة من المرتزقة من المأجورين أرادت أبوظبي أن تنفذ أجندتها عبر هؤلاء. ولولا أرادت أبوظبي أن يعني أن توصل البلد إلى الهاوية كما حصل في حربين في عدن، واخرها ما حصل في عدن من اقتتال بين ابناء محافظه ابين وشبوه من ممثلين الشرعيه وممثلين الرئيس، وهذه العناصر ارادت ابو ظبي ان تسقط كل الجرائم التي مارستها خلال 5 سنوات ومحمد بن زايد، ارادت دفن قضيه السجون السريه التي تحدث عنها العالم وتحدثت عنها الامم المتحده وتحدثت عنها منظمات حقوق الانسان. ارادت ابو ظبي بهذا الاتفاق أن تسقط يعني قصف الجيش الوطني على مشارف عدن في منطقة العلم، أرادت أبو ظبي أن تدفن كل قضاياها بهذا الاتفاق. هذا الاتفاق يا سيدي يؤسس لحرب وصراعات قادمة، صراعات مناطقية، صراعات تشطيرية، كلنا يدرك في اليمن أن هذه العناصر لا تمثل نفسها، لا يستطيعوا أن يتحركوا إلا بأوامر من أبو ظبي. هم بالأمس يقولون نريد دولة الجنوب، وها هم اليوم ذهبوا للاتفاق مع الرئيس هادي ومع حكومة الشرعية الذي اتهموها بالإرهاب، اليوم هم اشتركوا معهم في السلطة. كيف تريد الجنوب وتتحدث عن الجنوب طوال 5 أعوام تتاجر بأبناء الناس وتقتل أبناء الناس باسم الجنوب، ويعني قدت أبناء الناس إلى المهالك وإلى الاغتتال، واليوم ذهبت للاتفاق مع من تسميهم بالإرهابيين وتسمي حكومة الفساد، اليوم أنت شريك معهم. أما أن نتحدث، هذا الاتفاق يا سيدي فاشل بكل ما تعنيه الكلمة، فاشل قبل أن يذهب إلى عدن. المملكة العربية السعودية والإمارات، نحن لا نقول تدعمهم الإمارات فقط، هذه العناصر طوال 5 أعوام تدعمهم الإمارات، تدعمهم السعودية لصالح أجندة تخدم المملكة العربية السعودية، لصالح أجندة تخدم الإمارات في إغلاق الموانا، في إغلاق المطارات، في احتلال الجزر، في احتلال محافظة المهرة. كل هذه مشاريع أسست لها المملكة العربية السعودية والإمارات عبر هذه أولى المرتزقة. اليوم هناك أصوات من حضرموت ترفض بما يسمى بالمجلس الانتقالي التابع للإمارات، هناك أصوات من المهرة ترفض هذه العناصر، كل أبناء المحافظات الجنوبية اليوم يرفضوا هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق لم يكتب له النجاح قبل. طيب، تبقى معنا أستاذ ياسر على أي بنود له. طيب، نذهب إلى العاصمة المؤقتة عدن وينضم إلينا من هناك الأستاذ ياسر اليافعي. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا وسهلا، مساء الخير.
أبدأ معك بالسؤال المشترك، كنت قد طرحته على ضيفنا من جنيف ياسر اليماني. الانتقالي، المجلس الانتقالي الجنوبي ذهب إلى العاصمة السعودية الرياض وهو حامل لمطلبه الرئيسي والبارز استقلال دولة الجنوب العربي، لكنه عاد من هناك بتسوية بمنصبين في الحكومة الشرعية أو ربما أكثر. ما الذي يجعل المجلس الانتقالي يقبل بهذا الانتقال بهذا الاتفاق ويتخلى عن مطلبه؟ أخي الكريم، ما لا أدري من وين استغيت معلوماتك. المجلس الانتقالي لم يتخلى عن مطالب شعب الجنوب، ولا عن أهداف شعب الجنوب، ولا على القضية الجنوبية، وحتى مسودة الاتفاق متفاق الرياض لم تمس بجوهر القضية الجنوبية، ولم يلتزم الانتقالي لا بمخرجات حوار ولا بمرجعية الثلاث، وكلنا اطلعنا على الاتفاقية وكلنا نعلم ما دار منذ وصول فريق التفاوض الجنوبي إلى جدة حتى النهاية. كان اتفاق مرحلي هدفه توحيد الصفوف لقتال الحوثيين. الانتقالي ذهب إلى جدة وكان علاقته يسودها شوي من التوتر مع المملكة العربية السعودية، ورجع وعاد إلى عدن والمملكة العربية السعودية داعمة له بقوة من غير الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول، كل دول العالم رحبت بالاتفاق، يعني كبريات الدول العالم رحبت بالاتفاق وذكرت المجلس الانتقالي بالاسم. ما لا يعني أنا لا يهمني الأصوات النشاط وأصوات المرتزقة الذين وقفوا ضد الحراك الجنوبي في 2007 وفرحوا القاتل الشباب الثورة في 2011 ووقفوا مع الحوثي عند مجتاح الجنوب أمثال ياسر يماني، هؤلاء لا صوت لهم ولا يعني لا يمثلون شيء أصلا في الواقع، هم مجرد مرتزقة في الخارج ويبحثون تمام عن من بعيدا عن التأويل والتوصيف الآن بالمرتزقة. أستاذ، سؤالي كان واضح، سؤالي هو لم أقول لك أنه تخلى عن مطلبه الرئيسي، لكن عندما حدثت أحداث عدن، أحداث أغسطس، كان الهدف الرئيسي استقلال دولة الجنوب العربي وإسقاط الحكومة التي وصفت بالفاسدة. ما الذي جعل المجلس الانتقالي يتخلى عن هذا المطلب الآن ويوافق على تسوية وشغل بعض المناصب في الحكومة الشرعية؟ أخي سامي، كن منصفا في البداية. هو سخر وهزة من المجلس الانتقالي الجنوبي وكيان كامل ولم تقاطعه ولم تسكته على الأقل. فيما يخص الاتفاق، المجلس الانتقالي لم يذهب إلى جدة حتى يأتي بالجنوب العربي أو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكلنا يعلم ذلك. أبجديات الانتقالي كانت واضحة، مطالبنا قبل أحداث يناير 2018 وقبل أحداث أغسطس كانت واضحة جدا، هي ما ضمنته المسودة اليوم. ما حصل في الرياض وفي جدة أنهم كل النقاط التي كان يطالب بها الانتقالي تم اعتمادها وصارت امر واقع على الجميع ان يطبقوها. ايش هي كانت مطالبنا؟ تشكيل حكومه وحده وطنيه ذات كفاءه، هذا كان شرط تحدد تبوا انا قبل الاحداث كلها انا من على قناه بلقيس. دمج قوة او اعاده تنظيم القوات الموجوده داخل عدن وسحب القوات العسكريه الى خارج عدن، وكان هذا البند ضمن اللجنه الثلاثيه التي رفضتها الشرعيه وجعلتنا نخوض الحرب الاولى والحرب الثانيه. في الاخير هم استجابوا، تخبط الرئاسه وتخبط الحكومه وتخبط الشرعيه، عاد بنا الى مربع ما قبل يناير 2018، والمسوده التي اتفق عليها الجميع مع اللجنه الثلاثيه المشكله من الامارات والسعوديه بسحب القوات وعوده الحكومه الى عدن وتشكيل حكومه كفاءات مسقره، كل هذا مطلبنا. لم نذهب الى الرياض او الى جده لنستعيد. طيب، وسؤالي هنا الان لانه البعض انت اشرت الى نقطه مهمه استاذ ياسر اليافعي، وسؤالي هنا هل ما حدث وما تم التوصل اليه، يقول البعض انه ربما هو يبدو فني اكثر منه سياسي، يعني انه ما تم التوصل اليه كان يمكن التوصل اليه بدون ان تندلع احداث اغسطس وان يسقط قتلى وجرحى وان تدمر المنشات الحيويه داخل. ما الذي منع أن يكون هذا الاتفاق موجود دون أن يحدث ما حدث وأن يتم الذهاب إلى الرياض وجدة؟ طبعا واضح اللي منع هي سيطرة حزب الإصلاح على الشرعية، هم منعوا تدخلات الفاسدين والنافذين الذين لا يريدون مصالحهم تنتهي في عدن. هذا الأمر اتفاق الرياض هو يعكس نفسه على الجميع، على أبناء عدن، على أبناء الجنوب، على أبناء اليمن. يا أخي، لم يقف واحد ضد منظومة الفساد في الجنوب وفي اليمن غير أبناء الجنوب ودولة الإمارات، ولو كان الإمارات استجابت لهم كان عبدوها عبادة كلهم اليوم من يسيئوا لها، لأنهم يدركون أن الدولة الوحيدة التي عارضت ووقفت ضد فسادهم حتى وإن شنوا عليها الحملات المتعددة، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي. نحن، دعني أختصر لك الموضوع، ذهبنا إلى الرياض ونحن نسمى متمردين، واليوم العالم كله شرعنا من يعني اكبر رئيس او رئيس اكبر دوله في العالم ترامب
الى الرئيس السيسي الى وزاره الخارجيه البريطانيه، يتذكروا المجلس الانتقالي بالاسم وبات شرعي وممثل لابناء الجنوب والطرف رئيسي. طيب بالمقابل استاذ ياسر اليافعي، بمقابل هذا التوصيف الذي تقوله انكم ذهبتم او ذهب المجلس الانتقالي الجنوبي الى الرياض وهم متمردين وعادوا مشرعنين، بالمقابل قبل اتفاق الرياض من كانوا يوصفوا بالمرتزقه وانهم فاسدين ذهبتم على هذا الاساس معهم وعدتم ضمنهم او في اطارهم او تحت سلطتهم ضمن الحكومه الشرعيه الان. ومن قال لك هذا الكلام؟ اليوم هم شاردين في المهرة، من كانوا عتاولة الفساد وننتقدوا منهم اليوم حتى لم يحضروا اتفاق الرياض. اسقاط الحكومه لم تستطيع كل القوى اليمنيه اليوم عنوان الحكومه وعنوان الشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء والمؤسسات السياديه، يعني لا نتحدث عن اشخاص يعني، وهؤلاء ما زالوا قائمين وموجودين. أخي الكريم يعني الرئيس هادي لا يوجد عندنا أخي سامي، الرئيس هادي لا يوجد عندنا مشكلة معه، وتحدثنا عن ذلك مرارا وتكرارا وعلى هذه القناة وقفنا ندافع عنه وسندافع عنه، وشرعية الرئيس هادي نحترمها على رؤوسنا. نحن نعاني من مشكلتين، مشكلة سيطرة حزب الإصلاح على الشرعية ومشكلة النافذين والفاسدين وسيطرتهم أيضا على الشرعية. بفضل الله وبفضل جهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استطعنا أن نحقق هذه الأهداف بما يخدم أبناء عدن وأبناء الجنوب وأبناء اليمن. قضينا على حكومة الفساد، هناك اليوم أمر واقع، القوات السعودية في عدن ستطبق بالقوة بنود اتفاق السويد وستكون الراعية والمشرفة لتنفيذ البنود بالإضافة إلى الإمارات والمجلس الانتقالي، ولا يمكن أن يصدر أي قرار أو تعيين إلا لما يمر عبر اللجنة المشكلة من قبل دول التحالف العربي ومواجب اتفاق الرياض. هذا نصر كبير للانتقالي ووضعه ند للحكومة والتحالف العربي، وهذا الأمر قبل أشهر أو قبل أغسطس كان لا يمكن ولا يمكن يتصوره عاقل، وكانت الشرعية تطلق علينا متمردين وتتعهد أن لا يمكن تسلمنا أي لا يمكن أن تدخل معنا حتى في حوار ما لم نسلم المرافق الحكومية كلها. اليوم من يؤمن عدن؟ من يؤمن التواجد السعودي؟ من يؤمن المواكب التي تتجول في عدن؟ هي القوات الجنوبية، قوات الدعم والإسناد وقوات الحزمة الأمنية. هذا أمر طيب واقعي. سنتحدث عن كثير من النقاط، ما تقول أنه مكسب لليمنيين، البعض يراه وصاية، ما تقول أنه اليوم قوات المجلس الانتقالي هي من تحمي القوات السعودية، يقول لك انتهى هذا المكسب ولم يعد هناك قوات جنوبية وستكون ضمن قوات الشرعية. سأعود لك نناقش معك هذه النقاط، لكن أذهب للأستاذ ياسر اليماني. أستاذ ياسر اليماني، أن توصف الآن بأحد الأصوات المتشائمة من نجاح هذا الاتفاق، لكن الأستاذ ياسر اليافعي يقول لك هذا الاتفاق سينجح وسيكتب له النجاح لأن الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق هي المملكة العربية السعودية، ولو بالقوة سينفذ هذا الاتفاق حتى ينجح وتتوحد الصفوف ضد الحوثيين ويتم استعادة الدولة. يا سيدي الكريم، أنا أقول لك وللمشاهد الكريم وربما لضيفك الكريم من عدن، المملكة العربية السعودية والإمارات لا يريدوا يمن آمن ومستقر، لا يمن في الشمال ولا يمن في الجنوب، ونحن نتحداهم المملكة العربية السعودية على الإمارات أن يعطوا هؤلاء الجنوب، نتحداهم تحدي يا سيدي. هؤلاء لا يريدوا لليمن الاستقرار، لا يريدوا لليمن الأمن، لا يريدوا لليمن التنمية. دعنا نعود قليلا إلى الخلف، ماذا قدموا في المبادرة الخليجية التي تبنتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج؟ ماذا قدموا للآلية المزمنة للمبادرة الخليجية؟ لم تنجح المبادرة الخليجية ولم تنفذ، واليوم جاءوا لنا باتفاق الرياض. لا يريدوا يمن، يقال لك أن المبادرة الخليجية لم تنجح أستاذ ياسر اليماني لأن اليمنيين الذين وقعوا على تلك الاتفاقية لم تكن توجد لديهم رغبة حقيقية لتنفيذ هذا الاتفاق، أنه هناك مهم. وهذا الاتفاق الذي تم في الرياض لن ينجح. اليوم من داخل الرياض وعلى مرأى ومسمع من المملكة العربية السعودية خرج ابن حضرموت تقول لك أن المجلس الانتقالي التابع للإمارات لا يمثلنا، بقى على أصواتهم قيادات كبيرة في حضرموت، محافظ حضرموت وقيادات حضرموت وبندقر، كل القيادات أمام العالم. طيب وما المانع أن يكون هناك صوت معارض للمجلس الانتقالي وتكون له وجهة نظره وأن هذا التنوع موجود؟ احنا من أبناء المحافظات الجنوبية، ولا يمكن أحد أن يصادر هويتنا، لا المجلس الانتقالي ولا غير المجلس الانتقالي. أبناء المحافظات الجنوبية اليوم شبوا عن الطوق، يعني عهد الحزب الاشتراكي اليمني وخرج لم يعد واستحل، هذا انتهى. اليوم العالم يرى كل شيء، لا يمكن أن يتقبل أبناء اليمن ولا أبناء المحافظات الجنوبية أن يحكمهم يعني فئة من المناطق
وأن يحكموا بالحديد والنار. هذا الزمن انتهى ولا طيب قد يرد عليك أحدهم أستاذ ياسر اليماني ويقول لك هذا الاتفاق قد يفشل لأنه هناك بعض الأصوات داخل الشرعية كما يقول الأستاذ ياسر اليافعي هي تريد لهذا الاتفاق الفشل لأنها فقدت مصالحها ولأنها تعمل ضمن منظومة الفساد وبالتالي لا تتوافق مع توجهات السعودية والإمارات التي تريد الخير لليمن. يا سيدي الاتفاق هذا فاشل قبل الذهاب إلى تنفيذه. الاتفاق هذا فاشل لأن كل أبناء المحافظات الجنوبية بما فيها مثل ما قلت قيادات داخل الشرعية ترفض هذا، منهم أحمد الميسري، منهم صالح الجبواني، منهم أحمد بن سعد حسين، يعني شبوة الثقل القبلي والثقل السياسي وشبوة الثقل الاقتصادي في النفط والغاز والبترول. اليوم تقول لك هؤلاء لا يمثلونا ولا يمكن أن نقبل بهذا الكيان ولا يمكن أن نقبل بهذا الاتفاق، وهذا يعني أن هذا الاتفاق فاشل وسيفشل لأنه يقود اليمن ويؤسس إلى صراعات مناطقية. كان إذا أرادت طيب يا أستاذ ياسر كيف تقول هذا يقود إلى صراعات يعني مناطقية وأنت تراهن أنه نعم. بعض القيادات من بعض المناطق المعينة كما تقول شبوة ترفض الاتفاق، يعني أنت في نفس الوقت أن هناك تناقض في كلامك، أنك تتناقض مع نفسك، تحذر من الذهاب إلى صراعات مناطقية وتتحدث بلغة مناطقية. أنا لا أتحدث بلغة مناطقية، أنا أقول لك أن هذه المحافظات كحضرموت وشبوة والمهرة ترفض هذا الاتفاق. السعودية إذا أرادت وكانت جادة في الذهاب إلى هذا الاتفاق كان قبل كل ذلك كان يفترض أن تجمع كل القوى الوطنية من المحافظات الجنوبية وتعمل على مصالحة جنوبية. طيب ما الذي حدث في الرياض؟ لقد جاءت كل القيادات الجنوبية والتقت في الرياض وشاهدنا الصورة، ما الذي حدث؟ من الذي اجتمع في الرياض؟ من الذي تغيب من القيادات الفاعلة في الجنوب عن الحضور في الرياض؟ يا سيدي الكريم انت هل لم تسمع ابناء شبوه وهم يتحدثوا؟ الم تسمع ابناء حضرموت وهم يتحدثوا؟ الم تسمع ابناء المهره وهم يتحدثوا وهم يطالبوا باقاليمهم يرفضوا هذا الاتفاق؟ يقول لك نحن نريد اقاليم، لا نريد شيء مثل الجنوب، ولا نحن يمكن ان نعود الى الجنوب الى دوله يحكمها الحديد والنار والى مشاريع خارجيه، نحن نريد اقاليم، نريد دوله للاقاليم سواء في شبوه او في حضرموت او في المهره. نحن لسنا ضد الاتفاق، الاتفاق هذا فاشل يا سيدي الكريم ولن ينفذ، وربما بعد اشهر قليله ستتصل وساذكرك ان هذا الاتفاق فاشل. طيب انت الان يعني عندما تقول فاشل، اذا ما تحدثنا بصيغه اخرى وطرحنا سؤال اخر، اذا كان هناك من رابح وخاسر في هذا الاتفاق، برايك من هو؟ الرابح هي الامارات والمملكه العربيه السعوديه، لانها اليوم وصيه على البلد، لم تعطي لا المجلس الانتقالي صلاحيات كامله ولم تعطي الرئيس والحكومه صلاحيات كامله، اصبحت الصلاحيات في يد قوه خارجيه، في يد يعني السعوديه والامارات. كان يفترض اذا ارادوا حلول حقيقيه يعملوا على مصالحه وطنيه بين كل ابناء اليمن ويعطوا الثروه والسلطه والتقاسم بالمناصفه، لا يوجد مشكله بالمناصفه في الوزارات، في السفارات، في كل شيء. اما ان تاتي الامارات والسعوديه ويصبحوا يتحكموا بمصير اليمن، انا اتحدث اقول لك كان يفترض على السعوديه والامارات يعطوا صلاحيات اما للرئيس او للمجلس الانتقالي، وتكون هناك منافسه حقيقيه وطنيه واقتصاديه تخدم البلد. لا طيب. تخدم لا سعود لك استاذ ياسر اليماني، سنعود لنتناقش في هذه النقطه، انت تصفها بالوصايه واخرون يرونها بانها ضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق. استاذ ياسر اليافعي أعود لك مرة أخرى من عدن، قلت أنه اليوم الضمانة هي متوفرة بوجود السعودية والإمارات للإشراف على تنفيذ هذا القرار، هذا الاتفاق ومرور أي قرارات. كما يرى الأستاذ ياسر اليماني وآخرين هذه تعتبر وصاية، اليوم أنتم في المجلس الانتقالي الجنوبي سلمتم اليمن للوصاية السعودية. كيف يستقيم المنطق في نفس اللحظة الذي يطالب فيها الجنوبيين بالاستقلال وعودة دولتهم، هم يذهبوا ويدعموا ما يسمى بالوصاية ويسلموا البلد للوصاية، يعني كأنه تخلصتم من الاحتلال اليمني إلى الاحتلال السعودي. أخي الكريم سامي، نحن لم نخرج في مظاهرات ولا عبرنا عن فرحتنا عندما صدرت قرارات دولية جعلت من اليمن تحت البند السابع بقرار 2216 وغيرها من القرارات.
أم لليمن تحت الوصاية أمر واقع علينا، وقبل أن يتم تشكيل المجلس الانتقالي من سلم اليمن للوصاية هم الحوثيين، ومن أشرف على مخرجات الحوار والحكومة اليمنية التي كانت تتبع حزب الإصلاح باسندوها مجموعتهم من سلم اليمن للوصاية. اليوم التحالف العربي قال لإنقاذ اليمن لم يأتي وصية عليها، نعلم جميعا أن الحوثيين وصلوا إلى عدن وكانوا على وشك السيطرة على باب المندب وسيدخلونها في متاهات وفي حروب عليها لا تنتهي، وعندما جاء التحالف العربي الجميع رحب وجود التحالف العربي، واليوم التحالف العربي هل هذه الوصاية هي أشكال وأنواع، يعني هناك شيء حميد وشيء غير حميد من الوصاية، أم هي وصاية بالمطلق يعني بالأخير؟ هي ليست وصاية، التحالف العربي جاء بطلب من الرئيس هادي، اليوم التحالف موجود هنا بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات الدولة ورئاسة الوزراء والجميع وافق على دخول التحالف العربي لينقذ الشرعية. لمن نسلم اليوم الوضع إذا الشرعية الحوثي، هل الحوثيين شرعية حتى نسلموا البلد بما فيها؟ يا أخي الكريم موضوع الوصاية دعنا يعني نبعده من أحاديثنا، لأن اليمن تحت الفصل السابع والحديث عن الوصاية مجرد مزايدة وكلنا يعلم إيش يعني الفصل السابع. اليوم نتكلم عن وجود التحالف العربي لأول مرة في اليمن في المحافظات الشمالية والجنوبية يعطي أمل لليمنيين أن هناك صميل سيفرض الحل بالقوة. نعلم جميعا أنه حدثت وثيقة العهد والاتفاق في أول شيء اتفاقية الوحدة اليمنية التي تعتبر اتفاقية فرح بها العالم كله. طيب هذا الصميل، الدول العربية أستاذ ياسر، هذا الصميل وهذه النقطة التي نعم. تشير إليها أنها ستكون الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق، هل سيقبلها المجلس الانتقالي ولو كانت عليه ولو جرد من قوته من مؤسساته الأمنية والعسكرية التي تم دعمها خلال السنوات الماضية وأصبحت تحت هيكلة وزارة الدفاع وزارة الداخلية الشرعية؟ نحن لدينا التزام وتوقيع اللي هو اتفاقية الرياض وتعتبر وثيقة نمشي عليها ونسير عليها ونلتزم بما جاء بمخرجات هذه الوثيقة وبإشراف التحالف العربي ونص المبادرة في الوثيقة يعني بالتغيير أثناء التعيينات وتغيير قيادة الألوية أو قيادة المناطق لازم يكون بالتشاور، ومن أخل من إذا تم الإخلال بهذه الوثيقة أعتقد أنه خلاص يعني رفع أي إجبار لتطبيقها. نحن بيننا وبين التحالف العربي وبين الشرعية هذه الوثيقة والجميع ملتزم فيها. يا أخي الكريم نكون صريحين وواضحين وأقول لك بالحرف الواحد، وجود المجلس الانتقالي وشرعنته كانت رغبة دولية لم تكن رغبة للتحالف العربي ولا فقط رغبة لأبناء الجنوب. العالم تعب من المشاكل في اليمن، يريدون حامل سياسي للقضية الجنوبية يحظى بشعبية وقوة على الأرض، والمجلس الانتقالي أثبت اللي لديه الغالبية العظمى من أبناء الجنوب ولديه القوة وأثبت نجاحه في مكافحة الإرهاب وفي الحرب على الحوثيين، بالتالي هو الشريك الذي ممكن هذه النقطة سنتناقش فيها في المحور الثاني القضية الجنوبية. دعني أكمل في ظل الحوار الشامل هناك محور سنناقش فيه اليوم نقاط الخلاف والاختلاف والتباين بين المكونات الجنوبية. هناك نقطة لا أريد أن نتجاوزها فيما يتعلق اليوم يعني أنتم تقولون أن قضية الاستقلال لن تتم التخلي عنها من قبل المجلس الانتقالي وأن ما يحدث الآن هو اتفاق مرحلي وسيكون هناك لاحقا فيما يخص الاستقلال واستقلال دولة الجنوب العربي. طيب لطالما تم التغني خلال الفترة الماضية بالقوة الجنوبية التي هي المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لها، هل اليوم تم التخلي عنها وستندمج وستذوب داخل هياكل وزارة الدفاع والداخلية الشرعية؟ هل هذا مقبول اليوم؟ هذه القوات ستبقى جنوبية وهويتها جنوبية، هي فقط تحصل على الشرعية وتحصل على يعني رواتب من قبل الشرعية وتحصل على أموال وتسريح من قبل الشرعية، لكن هم أبناء الجنوب ولهم القضية الجنوبية والجنوب يسري في عرقهم وفي دمائهم، ما أن نذبحهم وننهيهم من الوجود حتى نقول خلاص. فقط ياسر فقط هم سيبقون جنوبيين ولهم للجنوب، فقط أن يستلموا مرتبات من الحكومة الشرعية، فقط هذا هم سيودوا يعني مثلا سيعملون تحت العلم اليمني، سيؤدون بعض من سيعينوا في قيادة سيؤدون يمين دستوري وقانوني. هذه الأمور يا أخي هذه الأمور عادية، وقد سبق وأن عيد رؤوس الزبيدي أثناء تعيينه محافظ عدى اليمين الدستوري. إحنا نتحدث عن مرحلة يا أخي، أنت لما يكون لك هدف استراتيجي لابد أن تمر بمراحل، يعني في أهداف متوسطة الأجل وأهداف طويلة الأجل. القوات الجنوبية ستبقى جنوبية وسيبقى ولاها الجنوب، وأنا أكد لك على هذا الكلام، وإن كانت تحت مسمى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لكنهم أبناء الجنوب وتشربوا القضية الجنوبية وقاتلوا
من أجل القضية الجنوبية واستشهدوا زملائهم في المعارك من أجل القضية الجنوبية، ولا يمكن لأي جندي حر أن يتخلى عن تضحيات رفاقه، لا عن الشهيد أبو اليمامة ولا من سبقه ولا من سيلحقه. هي طيب. فقط إجراءات معينة لفترة معينة، ثم ننتقل إلى الحل الشامل والحوار الشامل الذي سينهي كل القضايا اليمنية، وسيأخذ كل حقا وسيأخذ كل صاحب حق حقه، وبالتالي ستنهي المشاكل كلها في اليمن. طيب. لماذا يا أخي لماذا تعقدون الوضع؟ عدم الاعتراف بأبناء التساؤلات التي مطروحة، لأنه اليوم المواطن البسيط يسأل، يقول عندما كانوا يتحدثوا عن استقلال وأنه لازم أن نستقل وهذه القوات هي ستضمن وهي الضامن لتحقيق مطالب دولة الجنوب، اليوم تندرج ضمن الهياكل، لأنه كأنه تخلي عن المطالب والأصوات التي كانت ترفع سابقا. طيب سأعود للأستاذ ياسر اليماني. أستاذ ياسر اليماني، أن تقول وصاية هذه توصف من قبل البعض ومنهم الأستاذ ياسر يافعي بأنك تزايد وأنها مزايدة وأن البلد هي تحت البند السابع وتحت الوصاية، لماذا الآن يتم الاستنكار على جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية كما يقولون في رغبتهم في نصرة اليمن بأنها وصاية وأنكم تزايدون فقط، وأنها بالعكس هي موجودة اليوم لضمان تنفيذ هذا الاتفاق ولو كان بالقوة؟ يا سيدي الكريم، ليس قضية مزايدات. الشعب اليمني عانى طوال 5 أعوام، عانى من الحصار، عانى من الحرب، عانى من القصف، عانى من القتل، عانى من كل الويلات. 5 أعوام والشعب اليمني يريد أن يصل إلى طريق. وأنا أحترم رأي ضيفك أنه يعني إذا هذا الاتفاق سيخدم اليمن واليمنيين، كلنا سنبارك، كل اليمنيين سيقفوا إلى جانبهم. ليس لدينا مشكلة أن يحكموا، أن يحكموا بالمساواة، أن يحكموا بالعدل، أن يحكموا بعيدا عن المناطقية، أن يحكموا لمصلحة اليمن. نحن لسنا ضدهم، نحن ضد تقسيم اليمن. نحن نقول هذه القوة التي تحدث عنها ضيفك الكريم أنها قوة جنوبية، هل الحرس الرئاسي أبناء أبين وشبوة ليس من أبناء المحافظات الجنوبية؟ لا داعي للمزايدات، هذه مزايدات. أبناء المحافظات الجنوبية يعني اليوم يدركوا أكثر من أي وقت مضى. نحن لسنا ضد القضية الجنوبية، القضية الجنوبية بالأمس اجتمع الرئيس هادي. طيب ألا تحسب هذه نقطة إيجابية لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أنهم يقبلوا خلال هذه الفترة الانخراط ضمن هيكلة وزارة الدفاع والداخلية وتأجيل مطالبهم إلى الفترة اللاحقة؟ هذه يا أخي الكريم، هذه مش قصة تكتيك ولا قصة يعني لعب أطفال. هؤلاء ذهبوا يوقعوا أمام العالم، ما هوش لعب أطفال ولا هي مزايدات ولا كذب على الناس، ذهبوا للتوقيع امام العالم مع يقول لك الاستاذ ياسر اليافعي سيلتزم بذلك، سيلتزم بهذا الاتفاق، سينخرط ضمن هياكل والقضيه معني الجنوبيه في القلب، وهؤلاء الشباب المتواجدين ضمن القوات الجنوبيه سواء في المؤسسه الامنيه والعسكريه هم لن يتخلوا عن قضيتهم، وهو يعترف يقول هذا تكتيك، وعندما تريد ان تحقق هدف استراتيجي بعيد يا سيدي ليس قضيه تكتيك، القضيه مش قضيه تكتيك، القضيه انهم ذهبوا الى التوقيع امام العالم، ذهبوا للتوقيع تحت 3 مرجعيات وفق الاتفاق الرياض تقول 3 مرجعيات، المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرار 22/16. أما تقول لي تكتيك، هذا من قال لك أنهم ملتزمين بالمرجعيات الثلاثة الدولية؟ الأستاذ ياسر اليافعي يؤكد ما قاله أحمد سالم بن بريك رئيس ما يعرف بالجمعية الوطنية، قال نحن لا نلتزم بالمرجعيات الثلاث والتي هي معروفة، مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية التي تنفيذية والقرارات الدولية ذات الصلة. وعلى أي أساس الاتفاق تم في الرياض؟ هل أشار الاتفاق، هل اتفاق الرياض أشار إلى المرجعية الثلاث؟ نعم، اتفاق أشار إلى المبادرة الخليجية وأشار إلى المؤتمر الحوار الوطني وأشار إلى قرار 22/16. طيب أعود بهذه النقطة للأستاذ ياسر يافعي. أستاذ ياسر تقول أنه لم يتم الالتزام بالمرجعية الثلاث. أخي الكريم، كانت النقطة ذكرت المرجعيات الثلاث، التزام التحالف العربي بالمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية. الالتزام كان من قبل التحالف العربي وليس من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي. دعنا نتجاوز هذه النقطة. أنا بصراحة لم أعد أفهم الأخ ياسر اليماني ومن يعارض الاتفاق هم إيش بالضبط، هل هم حوثيين، هل هم مع الرئيس هادي، هل هم مع الشعب اليمني، هم تائهين ولا يعرفون ماذا يريدون، هذه الحقيقة وهذا الصراحة. إذا كان المجلس الانتقالي قدم تنازلات مثل ما يقول لأجل اليمن ولأجل توحيد الصفوف لقتال الحوثيين، كان الأحرى أن يرحب بهذا الاتفاق وأن يدعمه، لأن الجميع مع تقديم تنازلات من أجل الهدف الأسمى لأبناء اليمن جميعا، وهو القضاء على ميليشيات الحوثي والميليشيات التمرد التي أدخلتنا في هذا النفق. لكنه من خلال طرحه وطرح الكثير الذي يسيرون على نفس النهج، هم لا يريدون وحدة الصف القتالي للحوثيين، ويريدون أن تبقى المشاكل في المحافظات المحررة، وهذا نهج معروف الدول التي تدعم
هذا الناقم منذ سنوات في اليمن، وتريد المناطق المحررة أن تظل في الفوضى بهدف عرقلة التحالف العربي وإفشاله في المحافظات المحررة. طيب أنقل له النقطة هذه أستاذ ياسر. قطر وتركيا طيب ولم يعجب فيه على أحد. دعني أنقل هذه النقطة لأستاذ ياسر اليماني. أستاذ ياسر اليماني، أنت ظاهريا تقول أنك قلبك على الشعب اليمني وعلى قضاياه وأنه مصلحة المواطن اليمني، لكنك في الخفا كما يقول ياسر اليافعي أنت تؤيد النهج والتوجه الذي يريد إطالة أمد الصراع ويمكن الحوثيين أكثر وأكثر في الشمال. يا أخي ياسر، أنا أتمنى على الأخ ياسر أن يفهمني، وأنا أتمنى على من يسمون أنفسهم مجلس المتغاري أن يفهمون. نحن لسنا ضدهم، نحن ضد أن تستمر اليمن في الصراعات. كنا نتمنى على من يدعون اليوم المملكة العربية والسعودية والإمارات أن يجمعوا شمل المحافظات الجنوبية اليوم أبناء. يعني أنت بس عود إلى محافظة حضرموت، عود إلى محافظة شبوة، عود إلى محافظة المهرة، لماذا لم يجتمعوا ولم يؤيدوا قرارات الاتفاق ولم يقولوا نحن على الاتفاق؟ طيب أستاذ ياسر اليماني، أن تطالب السعودية أنها تجمع الجنوبيين على قلب رجل واحد، إذا كان رئيس هادي والشرعية فشلوا في ذلك، لم يستطع أن يجمعهم، لم يستطع أن يقربهم، لانهم لا يريدوا لليمنيين ان يتقاربوا، لا يريدوا الحرب هذه ان تنتهي. نحن نتمنى ان يكون هذا الاتفاق يخدم اليمن واليمنيين، نتمنى ان تنتهي هذه الحرب. نحن لسنا ضدها يا اخي ياسر، انا اتمنى ان تفهمنا، نحن لسنا ضدكم ولسنا ضد مع الحرب. نحن نريد رفع الوصايا، نريد ابناء اليمن ان يحكموا بلدهم، نريد ابناء اهلنا اليمنيين ان يتصالحوا فيما بينهم، هذا ما نريده. نحن تعبنا من الصراعات 40-30 سنة نحن في الصراعات. طيب وما الذي يمنع أن يكون هذا الاتفاق مدخل لإنهاء هذه الصراعات؟ يا سيدي، هذا الاتفاق لم يضمن صلاحيات كاملة لا للمجلس الانتقالي ولا للرئيس ولا للشرعية. أرادت السعودية والإمارات أن تظل خيوط اللعبة في أيديهم. كنا نتمنى أن يمتحنوا المجلس الانتقالي ويعطوا صلاحيات في مناطق محددة، ويعطوا ميزانية، ويعطوا صلاحيات كاملة. اشرح لي هذه النقطة، ما الذي تقصد بإعطاء صلاحيات في مناطق معينة للمجلس الانتقالي؟ لأنك كنت ستقول في حينها كنت ستقول أن هذا تقسيم للبلد. هذا تقسيم، نعم هذا تقسيم. نحن نتحدث عن دولة الأقاليم، اليوم الشرعية تتحدث عن 6 أقاليم. كنا نتمنى أن يعطوا صلاحيات في إطار الأقاليم. طيب لكن أرادوا أن تستمر الفوضى، لا يريدوا لحد، لا يريدوا لا للمجلس الانتقالي. طيب موضوع تنفيذ مشروع اليمن الاتحادي وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تقول الشرعية أنه مؤجل إلى حين انتهاء المعركة الكبرى وإسقاط انقلاب الحوثي. لماذا تريد تطبيقه فقط في مناطق معينة في الجنوب ولا ينفذ في مناطق في الشمال؟ قد يقول لك هذه محافظات محررة، هذه محافظات محررة تقع تحت سلطة الدولة. كان يفترض إذا أرادت السعودية والإمارات أن تثبت نجاح لليمن أن يعود الرئيس إلى عدن، وأن تعود الحكومة، وأن يتم التنسيق بين كل القوى الجنوبية للعمل مع الرئيس. وهذا الاتفاق يضمن عودة الحكومة وممارسة مهامه من عدن، يضمن ذلك الاتفاق، وهناك تزمين لذلك. يا سيدي العزيز، أنت تابعت حوار السفير السعودي بالأمس في قناة العربية وهو يتحدث أنه لن يعود إلى عدن إلا رئيس الوزراء بشأن صرف الرواتب. هل يجوز أن تظل صلاحيات رئيس الدولة أو صلاحيات الحكومة في يد السفير السعودي؟ لماذا لم يعطى الرئيس صلاحيات؟ لماذا لم يعطى هؤلاء المجلس الانتقالي صلاحيات؟ لماذا لم يعطوهم صلاحيات؟ لماذا أرادوا الصراع أن يستمر؟ سيستمر الصراع، هذا الاتفاق فاشل، والله فاشل، سيفشل لأنه لا. طيب أنقل هذه النقطة للأستاذ ياسر اليافعي. أستاذ ياسر اليافعي، تقولون الآن أنكم في المجلس الانتقالي الجنوبي بكل دعم وكل قوة خلف الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبات يوصف اليوم بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي عندما التقى قيادة المجلس الانتقالي. يسأل ياسر اليماني، هل تقبلون أن يصبح الرئيس هادي مجرد موظف لدى السفير السعودي محمد الجابر، أن تصبح لديه كل صلاحية الرئيس هادي؟ هل هذا مقبول من قبل المجلس الانتقالي؟ ومن قال هذا؟ السعودية فقط هي راعية ومشرفة للاتفاق وتنفيذ الاتفاق، لكن الحكومة ستعود إلى عدن وسيعين كل أعضاء الحكومة
بالمناصفة بين شمال وجنوب الرئيس هادي، وسيعدون اليمين الدستوري أمام الرئيس هادي. الرئيس هادي محتفظ بصلاحيته، من لا يريد أن يرفع من شأن الرئيس هادي ومن يقف ضده ومن يرغل الرئيس هادي عاد بعد 2015 إلى عدم بفضل القوات الجنوبية وحماية القوات الجنوبية، وتنقل من منطقة إلى منطقة وحتى زار الجبهات المتقدمة في العند في وقت كانت البلاد يعني بداية التحرير يعني، وكان بحماية أبناء الجنوب والقوات طيب الإماراتية. وبفضل هذه القوات الجنوبية أيضا أستاذ ياسر، قد يقول لك أحدهم وبفضل هذه القوات الجنوبية أيضا، نعم، منع من عودته إلى عدن بناء على توجيهات إماراتية منعته من العودة إلى عدن عندما تمت إقالة بعض القيادات الجنوبية. أخي الكريم، موضوع أن الإمارات منعت الرئيس هادي من العودة إلى عدن أسطوانة مشروخة. أحد القيادات الإماراتية قال بالحرف الواحد أتحدى أي شخص يأتيني ببرغي أنه طلب منا عودة الرئيس هادي إلى عدن ورفضنا. هذه كلها مزايدات ضمن محاولة الإعلام التابع للأخوان المسلمين وبعض قوى النفوذ التحريض بين الانتقالي وبين الرئيس هادي. عموما هذه صفحة وطويناها، دعونا نفتح صفحة جديدة. اتفاق الرياض نقلنا إلى صفحة جديدة. الأخ ياسر يماني يقول نحن ميدين لكم. يا أخي، لم أحد يسب يعني بألفاظ نابئة جدا، لا يمكن حتى أي إنسان عاقل أن يطلقها غير ياسر اليماني على صفحته في الفيسبوك وتويتر، يسبها أبناء شعبه وأبناء ما يسميهم محافظات الجنوبية. يعني الأمر في تناقض كبير بين هؤلاء اليوم المعارضين لاتفاق الرياض، وهم لا يعرفون ماذا يريدون بالضبط. اتفاق الرياض وقع بين طرفين، الشرعي والمجلس الانتقالي الجنوبي، هناك طرف ثالث ملزم بالإشراف على تنفيذ الاتفاق وهو التحالف العربي. دعونا نفتح صفحة جديدة مع الجميع، مع الكل، يعني نحاول نطبق أحد بنود الاتفاق. بما أنك حصرت يعني الاتفاق فقط بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الآن مدخل لنتناقش في موضوع المكونات الجنوبية الأخرى. اليوم رغم الاتفاق والتوقيع ما تزال هناك أصوات مناهضة لتوجهات المجلس الانتقالي الجنوبي وهي في تصاعد، وشاهدنا لقاءات لهم في حضرموت وفي المهرة وتحديدا في المحافظات الشرقية، يطالبون هم بإقليم مستقل. وأيضا سمعنا تهديدات من بعض قيادات المجلس الانتقالي بعدم السماح بحدوث مثل هذا. المجلس الانتقالي اليوم كيف سيتعامل مع انتقال حالة الصراع إلى داخل المكونات الجنوبية ذاتها؟ أخي الكريم، كل من سمعناهم يعارضون أو يتحدثون كلهم حضروا توقيع الاتفاق وباركوا، كلهم كانوا موجودين، واستطاع السفير أن يجمعهم ويأتي بهم إلى قاعة توقيع الاتفاق ويصفخوا ويؤيدوا ويباركوا. هذا الأمر منتهى، يعني انتهينا منه. لكن هناك بعض القوى وتحديدا من يسعى إلى أن يكون له نفوذ مستقبلي أو حضور سياسي وهو بندغر، يريد أن يخلط الأوراق ويتحدث عن أبناء حضرموت وأبناء حضرموت. كنا نتمنى ممن اجتمع في الرياض على من أجل أقليم حضرموت أن يسألوا أين يذهب نفط حضرموت، أين يذهب الذهب، يعني الذهب من حضرموت الذي يتم سرقته من حضرموت، لماذا يتم اغتيال أبناء وادي حضرموت بشكل يومي ومستمر؟ لكنهم تركوا كل ذلك ولجأوا إلى يعني إلى الحديث على أقاليم وما أقاليم. العالم يقول لك يا أخي كله الآن مش وقت الحديث على الأقاليم وعن الستة الأقاليم، الموضوع معنا حوثي ومعنا حوار. طيب، هذه الأصوات وهذه المطالب كيف سيتعامل معها المجلس الانتقالي الجنوبي؟ هل سيتعامل معها كما يهدد بعض قيادات أنه سيتعامل معها بالقوة ولو وصل الحال إلى ذلك؟ هذه مطالب بعض الأصوات الجنوبية. على الإطلاق لن يتعامل الانتقالي، وجد كبير وسيظل كبير، ولم يتعامل بمثل هذه الأمور. الانتقالي حضر توقيع في دواوين الملوك والأمراء وبارك هذا التوقيع يعني كبرياء دول العالم والمنظمات الدولية ما فيها الأمم المتحدة، بالتالي لن يلتفت لحركات صبيانية يقوم بها رئيس الوزراء بندغر وغيره. الانتقالي وجد كبير يبغى كبير وسيحتوي الجميع. يا أخي، ما غبوا الانتقالي هو يخدم هؤلاء في الأساس، منفذ الوديعة أو العبر لم يكن يورد البنك المركزي، ولم يكن يعرف أبناء حضرموت أين تذهب الأموال. بفضل هذا الاتفاق الأموال ستذهب إلى البنك المركزي وسيعود خير هذا المعبر لأبناء حضرموت. لماذا لم يتحدثوا عن المعابر، عن معابر محافظة حضرموت مثلا، عن ذروات محافظة حضرموت؟ بالتالي بيننا وبينهم المواطنين في هذه المحافظات، وكل واحد يعرف حجمه من الشارع. يا أخي، يخرجوا جماهيرهم. طيب، سؤالي القادم لك سيكون عن الشعبية وحجم التواجد في الشارع وفي كل المحافظات الجنوبية. أستاذ ياسر اليماني، لماذا لا تزال البعض من المكونات الجنوبية اليوم تعارض المجلس الانتقالي وهو من حقق لها إنجاز شرعا القضية الجنوبية بشكل رسمي ونقلها من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي وحقق لها الكثير من المكاسب، وهي لم تكن لتحصل على هذه المكاسب كما يقول البعض لولا المجلس الانتقالي الجنوبي؟ وبالتالي هذا السؤال
الآن هذه المكونات، ما الذي تريده من المجلس الانتقالي الجنوبي؟ يا سيدي الكريم، هذه المكونات وجدت قبل أن يوجد المجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي لم يوجد، وجدت قبل المجلس الانتقالي لكنها لم تستطع تحقيق أي إنجاز للقضية الجنوبية. اسمعني، هذه نحن لسنا ضدها. هذه مكونات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني ووقعت على مخرجات المؤتمر الحوار، ومثلت القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار باسم القضية الجنوبية قبل أن يوجد مكون ما يسمى بالانتقالي. الانتقالي جاءت به الإمارات عندما اختلف النظام الإماراتي مع الرئيس هادي في مصالحها في ميناء عدن، في جزيرة سقطرى، في الموانئ، في المطارات. تعمدت الإمارات إلى إيجاد هذا المكون رغم أنهم كانوا جزء قبل أن يكونوا مكون، كانوا جزء من منظومة الرئيس هادي. عيدروس الزبيدي كان محافظا لعدن، وهاني بن بريك كان نائب وزير الدولة، والخبجي كان محافظا للحج، وحامد الإملاس كان محافظا لشبوة، وأحمد بن بريك كان محافظا لحضرموت. كل هؤلاء كانوا ضمن منظومة الرئيس هادي. لكن عندما اختلف الرئيس هادي واختلفت مع الحكومة الشرعية مع الإمارات نظرا لعدم تحقيق مصالح الإمارات وأجندة الإمارات، ذهبت الإمارات إلى دعم هذا المكون. واليوم هذا المكون لا يمتلك قراره ولا يمتلك القضية الجنوبية. اليوم هناك العديد من المكونات كما تحدثت أنت وكما يتحدث الجميع، هناك مكونات، مكون باعوم، ومكون راشد، ومكون كثير من المكونات وجدت وذهبت إلى الحوار. لكن أن يحصر هذا، لكن الأستاذ ياسر اليافعي يقول لك هذه المكونات هدفها فقط الشوشرة، هي ليست حريصة على ثروات الجنوب ولا تريد إلا فقط الشوشرة على الإنجاز الذي حققه المجلس الانتقالي، وأنها أصوات تغرد خارج السرب. ما في شيء أصوات خارج السرب. هذه المكونات رفضت أجندات الإمارات، رفضت الإملاءات. هذه المكونات يعني رغم خلافنا بما يسمى بالقضية الجنوبية، رغم إيماننا بالله ثم باليمن الكبير الموحد، هؤلاء من حقهم أن يعبروا عن رأيهم، من حقنا أن نعبر عن رأينا. طيب، ما زلنا متمسكين. طيب، أعود للأستاذ ياسر اليافعي. أستاذنا الأستاذ ياسر اليماني، اليوم الجزء الأكبر أستاذ ياسر يقع خارج المساحة التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، نقصد هنا الجزء الأكبر من الجنوب، وحتى في الجغرافيا والمناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي هناك أصوات رافضة له والكثير من المعارضين له. اليوم كيف الانتقالي يتعامل مع هذه الحقائق ويريد من الجنوبيين الذهاب خلفه كممثل وحيد لهم؟ طبعا لو لاحظت بعد الاتفاق خرجت اكثر المسيرات واكبرها واقواها في مدينه سيئون، وهي المنطقه التي تسيطر عليها قوات علي محسن او المنطقه العسكريه الاولى. واعتقد حتى في عدن التي تخضع لسيطره الانتقالي لم تخرج مسيرات بهذا الشكل ولا حتى في لاك. بالتالي نحن نتحدث عن قضيه شعب، نحن ممثلين لشعب، والشعب هذا موجود داخل جغرافيا، هي جغرافيا الجنوب او ما كان يسمى جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه او الجنوب العربي. هؤلاء الناس اليوم لديهم حامل سياسي لقضيتهم يعبر عن ارادتهم، وسيقفون خلفه في اي لحظه وفي الزمان وفي الوقت المناسب، سواء كان ذلك عبر المسار الديمقراطي او غيره من المسارات. محاولة فرض أمر الواقع الذي حدث في شبوة سينتهي بموجب اتفاق الرياض، وستنسحب كل القوات الغازية القادمة من مأرب. واعتقد ان الانتقالي خالف الرياض تتحدث عن فرض أمر واقع في شبوة، وما الذي حدث في عدن؟ ألم يكن فرض أمر واقع من قبل مجلس الانتقالي؟ من قبل من؟ من قبل مجلس الانتقالي. المجلس الانتقالي هو أخي الكريم، قوات المجلس الانتقالي هي وجدت في عدن، هي من حررت عدن، وهي من أمنتها وحاربت الإرهاب فيها. بالتالي هي قوة من أبناء هذه المناطق، هم أبناء هذه المناطق الموجودين في عدن. حتى قوات الحماية الرئاسية أيضا هم جنوبيين، ولا أحد ينكر جنوبيتهم، هم من أبناء هذه المحافظات ومعظمهم مناضلين وقاتل قوات علي عبد الله صالح. وياسر اليماني يعرف كثير من الأسماء عندما كان يغمع فعاليات الحراك الجنوبي في لحج. بالتالي هؤلاء لا يمكن المزايدة عليهم. نحن نتحدث اليوم عن بعض الأجندة أو بعض قوى النفوذ التي تريد حرف مسار هذا، يعني حرف مسار المعركة عن طبيعتها من أجل مصالحهم أو من أجل أن تستور قوى نفوذهم. اليوم نحن أمام مرحلة أن هذه القوى، قوى النفوذ، تم تكسيرها، تم دحرها، تم القضاء عليها. هي ستحاول، ستعود، ولكن نأمل في من الأشقاء في التحالف العربي أن يكون لهم موقف في حال تواجد هذه القوى أو مساعيها لزعزعة الأمن في العاصمة عدن أو في غيرها من المحافظات. اليوم نعول على الشعب الجنوبي أن يلتف خلف
اختم معك بهذه النقطه، اشكرك جزيلا استاذ ياسر اليافعي ضيفنا من العاصمه المقطعه عدن، وفي دقيقه اخيره اختم مع ياسر اليماني من جنيف. اذا هذه المكونات استاذ ياسر هي ربما لن تستطيع ان تفعل شيء، البعض يرى هكذا والبعض يرى ان لها خيارات كثيره. اتحدث عن المكونات الجنوبيه التي تعارض المجلس الانتقالي، برايك ما هي خيارات هذه المكونات؟ يا سيدي الكريم، شبوه اليوم تحت ايادي ابنائها، وحضرموت تحت ايادي ابنائها، والمهره تحت ايادي ابنائها، وربما جزء كبير من ابين تحت ايادي ابنائها، ولم يعد مع المجلس الانتقالي الا جزء من عدن، وذهبوا الى تخريبه والى نهب الاراضي والى ولا يمكن. واليوم الخيار سيظل في ايادي ابناء المحافظات الجنوبيه بشكل خاص وبشكل عام بايادي اليمن. ستفشل كل المخططات، ستبقى اليمن باذن الله تعالى بفضل ابنائها واحده موحده، وستسقط هذه المشاريع. أشكرك جزيلا ياسر اليماني ضيفنا من جنيف، أيضا الشكر لضيفنا من العاصمة المؤقتة عدن ياسر اليافعي الزميل الصحفي كان معنا من هناك. انتهت هذه الحلقة من فضاء حر، في الختام تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.